عندنا كونسبت اسمه لينتينج. اللينتينج ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ لو بتدخل على الابليكيشن بتاعنا بتلاقي دايما عندك ملف اسمه tslint.json. طيب ال tslint هو عبارة عن بنسميه دايما ده static analysis tool علشان تعمل تشيك على التايب سكريبت. ليه؟ من عشان تحقق حاجتين: الريدابيليتي تمام والمنتابيليتي والفانكشن ايرورز. بمعنى انت دلوقتي موجود عندك في التيم واحد هيروح يدخل يعرف مثلا متغير تمام، فعلى سبيل المثال هيقول مثلا انا عندي التايتل ويعمل دبل كوتيشن. طيب انت عاوز تخلي الستاندر بتاعك سنجل كوتيشن خلاص. طيب انت عاوز ان الراجل لما بيجي يعرف متغير ما يعملكش كده، لازم يسيب سبيس عشان يكون الريدابيليتي بتاعه الكود بتاعك تكون كويسه. عاوز الراجل لما يحط الاقواس بتاع الفانكشن بتاعتك تكون بالشكل اللي موجود عندك ده، ما ينفعش يعمل لك كده، فتبدا تطلع لك بحيث ان يبقى في ستاندرزيشن للكود بتاعك ويكون الريدابيليتي بتاعته والمنتابيليتي بتاعته وانت بتمنتين الكود ده خلاص، او لو عندك اي ايرورز موجود يكون في ستاندرز موجود خلاص. طب باي ديفولت يا جماعه عندنا ملف اللي هو التي اس لينت، بحط فيه كل الرولز اللي موجوده، يتشيك السبيس اللي موجود، لو انت عندك حاجه ريليتد بالسنجل كوتيشن او الدبل كوتيشن او اي حاجه على سبيل المثال، مثلا عندك حاجه اسمها اللي هي الكوت، كوت مارك اهو تمام. انت شغال على السنجل كوتيشن خلاص، سنجل كوتيشن، انت واحد عمل عاوزها دبل، خليها دبل كوتيشن. طيب انا التفاصيل الكتيره دي عشان اقراها وابدا افهمها موقع جيت هاب خلاص، هقول له تي اس لينت، هلاقي كل التفاصيل بتاعت اللينتنج اللي موجود. اللينتنج زي ما قلنا هدفه ان هو عباره عن ستاتيك اناليسيز تولز موجوده عندي. طبعا تبدا تدخل بقى الكونفيجريشن والرولز والكود والكور فورماترز اللي موجوده وتبدا تشتغل عليها. طيب وانا شغال انا ممكن اروح عندي اكستنشن خلاص اسمه ايه؟ لينتنج خلاص. الاكستنشن اللي موجود عندك اللي اسمه لينتنج ده ممكن تبدا تجيبه وتسطبه، او هنسميه تقريبا التي اس لينت. ايوه هو ده التي اس لينت اللي هو الخاص بيه الجافا سكريبت. طيب مشكله ده معايا ان طول ما انت شغال هتيجي تبص تلاقي ايه الفيجوال ستوديو كود نفسه من غير ما تبدا ترن اي اللينتنج تول بتاعتك هيبدا يطلع لك يقول لك ايه، خد بالك ده ايرور، عاملها لك علامه حمراء كده، فهيزهقك. انا مش طبعا مش هعمل له انستليشن، اللي عاوز يعمل له انستليشن يقدر يشتغل عليه. طيب وانا شغال بقى يا جماعه انا عاوز اخلي الكود بتاعي يحصل عليه تشيك على كل الرولز اللي انا حطيتها في ملف اللينتنج اللي موجود معايا. يحصل الكلام ده ازاي؟ هتروح تقول له باكج اسمها تي اس لينت صح؟ هقول له ng lint خلاص، هيبدأ يطلع لي او يبدأ يعمل تشيك كامل على الكود بتاعك بيزد على الرولز اللي موجوده، ونبدأ نشوف لو في اي مشكله عندي او اي حاجه. طب ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. هو الكلام ده بيشتغل حتى لو ال tslint باكج بتاعت npm مش معمولها انستول؟ بتقول ايه؟ الكلام ده بيشتغل حتى لو الباكج بتاعت تي اس لينت بتاعت ام بي ام مش معمولها انستول؟ لا طبعا لا، التي اس لينت دي للفيجوال ستوديو كود نفسه يعني. لا تمام، ما انا عارف، بس في غالبا يعني باكج تي اس لينت برضه ام بي ام لا باي 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 ديفولت هي موجوده عندي. تمام بتشتغل لوحدها يعني. خلاص هي اللي عاوز مش تتاكد، عاوز تتاكد ثواني يا محمد خليك معايا، عاوز تتاكد ادخل على باكج الباكج جيسون. جيسون، فين الباكج جيسون؟ اعتقد اللينتنج هي اوريدي باي ديفولت موجوده عندنا. اه تمام تمام ما هو فين ال سطر 9؟ هو الكوماند، اه الكوماند نفسه موجود، فهو موجود اكيد في الام معمول بي لها. جي اصلا خلاص. تمام باي ديفولت بقى شايفين، تعالى كده لما انا عملت لينتنج خلاص بيطلع لي بيقول لي لينت ايرور فاوند مش عارف ايه، بيقول لي لينتنج مش عارف، هنا عندي حاجه واخده دبل كوتيشن، وعندي حاجه في السطر اللي في الملف اللي هو الاب دوت اي اي مش عارف ايه واخده دبل كوتيشن، وعندي حاجه في الملف اللي هو الاب مش عارف كذا واخده شود بي، واخده مثلا اهي شود بي، تعالى
هو ده عشان احنا غيرنا السنجل لدبل اصلا، احنا صح؟ غيرناه اه لدبل. الايرورز كتير قوي كده. طيب خلاص. طيب انت بعد كده كميه الايرورز اللي موجوده معاك انت عاوز تصلحها، هتبدا تقول له ايه؟ هقول له ان جي لينت، هقول له داش داش فيكس، تمام؟ بنسبه 90% هو بيبدا يصلح اغلب المشاكل اللي موجوده عندك. لو في مشكله بقى ما صلحهاش تبدا تحلها حضرتك بطريقه مانوال، خلاص. وتقدر وانت شغال، طول ما انت شغال تقدر تعمل التي اس لينت، ولكن هيزهقك في عيشتك حرفيا. يعني هتيجي تبص تلاقيك ايه، لسه بتكتب سطر كود طلع لك علامه الايرورز اللي موجوده اللي هو العلامه اللون الاحمر اللي موجود عندك ده، خلاص. فبالتالي هتحس ان انت يعني انت عاوز تاخد براحتك في الكود، يعني تكتب براحتك في الكود، وبعد كده تبدا تفكس الكلام اللي موجود عندك. وطبعا يراعى ان انت يفضل وانت شغال تبدا تعمل الكلام ده، يعني تحاول ان انت تلتزم بالرولز اللي انت اوريدي ملتزم بيها مع التيم وانت شغال. المفروض ان هو بيلود اهو. طبعا هنا بدأ يقول لك ايه، ان هو عمل لك فيكس 4 ايرورز في الملف الفلاني، وفيكس مش عارف ايه 8 ايرور في الملف الفلاني، وبدأ ايه يصلح اغلب الايرورز اللي موجودة عندك، خلاص. ده كده باختصار فكرة اللينتينج. دايما باشمهندس بنريكومند ان معلش انت هاخد تعمل الكلام ده قبل الديبلويمنت. يعني انت داخل تعمل ديبلويمنت عندك للبرودكت بتاعك، خلاص اعمل لينتنج عليه، رن اللينتنج تول اللي موجوده عندك تفكس الايرورز اللي موجوده، بحيث ان انت كلكم تشتغلوا بيزد على ستاندر رولز موجوده عندنا.